بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهالي الدائرة الثانية. اليوم طبعا الإعادة، ونتمنى أن احنا الجميع يتوجه إلى التصويت لاكتساح اليوم، مو فوز، اكتساح إن شاء الله بإذن الله أن اليوم احنا نكتسح. وأتمنى أن من الجميع الحاضر يبلغ القائد، وجميع اللي مايه في الدور الأول هي في الإعادة ويدلي بصوته علشان أن احنا نكتسح ونختم الدائرة اليوم إن شاء الله. دائما توجهوا لاختيار الافضل والانسب والاقوى اللي يوصل مشاكلكم وهمومكم لقبه البرنامج. كل ثقه في اهالي الدائره، وان شاء الله يا رب يكون الفوز من نصيب.